الله عز وجل قارن حق الوالدين، قارن حق الوالدين بحقه، وقارن شكره بشكرهما، وأمر بالإحسان إليهما بعد الأمر بعبادته: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى وصية الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك هنا ينبغي أن أقف هنا. فإما يبلغن عندك، قال أهل العلم كلمة عندك هنا أي عند احتياجهما لك، عند كبر سنهما لك، عند افتقارهما إليك. فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. هل اقتصر الأمر اليوم على أف أم على الضرب ورفع الصوت وتقديم الزوجة وطاعة الزوجة في الوالدة وإهمال الوالدة؟ إهمال الوالدة. العالم الغربي يحسن إلى الوالدين حينما يدفعهما إلى دور العجز، أما نحن فنتركها تقاسي همومها وتجر حرقة أمامها وخلفها وتقول: ليتني ما رأيتها. لا تتمناها وهي أمك التي ولدتك ووضعتك وأنجبتك. نعم نسيتها، ولا تقل لهما أف. فإما يبلغن عندك، احتاجت إليك أمك وقت الكبر، خارت قوتها، ضعف الوالد وتقوس ظهره وشاب رأسه وضعف بصره ولا تقوم بخدمة إيمان، هذا باب الجنة. أمك باب من أبواب الجنة، أبوك باب من أبواب الجنة. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من مسلم يكون له والدان فيحسن إليهما فتح الله له بابين، أي بابين إلى الجنة، باب الأب وباب الأم. وإن واحد فواحد. اسمع، إذا بقيت لك أمك فبقي لك باب الجنة، وإن بقي لك أبوك بقي لك باب واحد من أبواب الجنة. وإن فقدت هذين البابين فلن تعرف قيمتهما، لن تعرف. فبادر، ارجع إلى بيت أمك، إلى بيت أبيك، اطبع على جبهة أمك قبلة حارة وقل لها: عذرا يا أمي، قبل فوات الأوان، قبل أن يغيبها الموت، قبل أن توضع في حفرة وتندم شديد الندم، لا يقر لك قرار، لا تهنأ بطعام ولا بشراب، لأن سيرتك السوداء مع أمك تتخيل أنك أمامك في كل لحظة وحيدة، في عملك، في بيتك، مع أولادك. لما تضع رأسك على الوسادة تذكر أمك، هذه المرأة المسكينة التي تعبت من أجلك. هي أمي ولا تضر، من أوصلك؟ هي أمي ولا تضر، لكن من صاهر عليك؟ هي أمي لا تضر، من كان يلطفك من البول والغائط؟ هي أمك ولا يضر، من كانت تحسن إليك وتلبسك أفضل الملابس وتطيبك بأفضل الطيب؟ أليست أمك؟ أليس حريا بك أيها المسلم أن تقوم على أمك؟ هل من البر أن تحضر لأمك خادمة وزوجتك تتمتع بك صباح مساء؟ أي زوجة هذا؟ هذه إذا لم تعينك على بر أمك. الأب اليوم يشكو إلى الله فظاظة الأولاد وقساوة الأولاد. يدخل الأب لا يسلم على أبيه، تدخل البنت لا تسلم على أمها. ما هذه؟ من أين جئنا بهذه التعاليم؟ لن ينفعكم المنهج العلماني ولا هذه المناهج الأرضية. ستساقون وستقفون بين يدي الله عز وجل، قد تندمون، ولكن قبل فوات الأوان ويقبلكم الله عز وجل. أما بعد فوات الأوان فلا ينفعكم الندم، وأسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا.